بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه إلى أخيه فخامة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بوفاة فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية السابق وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساه لفخامته وللشعب التونسي الشقيق ولاسرة الفقيد الراحل سألنا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته